رغم كل ما يقال عن الشعب الجزائري بأنه فوضوي وهمجي، إلا أنه برهن للعالم أجمع بأنه عكس ذلك تماما حين قام بمظاهرات مليونية سلمية ضد العهدة الخامسة في 48 ولاية. والجميل أنها تعدت ذلك بمواقف راقية، فهنالك من صلى صلاة العصر في الطريق لإكمال المسيرة، وهناك من قام بحملة تنظيف للحفاظ على مدينته، وهناك من قدم الورود للشرطة، نعم لإخوانهم. إذن توقفوا عن الكذب، توقفوا عن تشويه أحفاد الشهداء. الشعب الجزائري متعلم، الشعب الجزائري مثقف، الشعب الجزائري راقٍ.